عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى بضعتك المظلومة المحروم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لا تركنن إلى الحياة، إن المصير إلى الممات. واعمل وكن متزودا، بالباقيات الصالحات، واذكر ذنوبك موقنا، ألا سبيل إلى النجاة إلا بحب بني النبي المصطفى الغر الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون. يعيش الإنسان الموت في حياته في كل لحظاته. يقول العلماء أن هنالك خلايا في داخل جسم الإنسان تموت كل يوم وتحل محلها خلايا أخرى، ولكن من ضمن الألطاف الإلهية العظيمة على بني آدم أنه لا ينظر إلى ذلك. هذا الموت وهذا الحياء ما يشوف. ما يجري في داخل جسم الإنسان مملكة وعلم وأسرار عظيمة، ولكن البشر لا يطلع على ذلك ولا يعرف ذلك. ولكن يا ابن آدم، يجي يوم من الأيام هذه الحياة تنتهي، يوم من الأيام هذه الحياة، وما يعرف صغير وكبير وشاب وطفل وخاطئ. أتذكر مرة كنت في البحرين، قالوا شيخنا اليوم في زواج شاب، راح الشاب يأخذ عروسته، يأخذها من بيت أهلها لابسة نفنوف العريس ومجهزة نفسها، وإذا بهذه البنت ضاعت. هسه شنو السبب وليش؟ خلاص راحت، ما كان فيها شيء ولا ما كانت مريضة، هذا الجهاز قاعد يشتغل وقف. شنو ألا واحد لازم يسوي حادث؟ ألا لازم ابن آدم يصير إلى مشكلة يكون مرض؟
شنو هو عزرائيل استأذن من عندي ومن عندك؟ مو هذا نبي الله سليمان، نبي الله واقف ينظر إلى الجن والإنس متكئ على عصاه، قال اليوم ما يدخل علي أحد. لما نظر إلى شاب دخل عليه قال من الذي أذن لك؟ قال الذي خلقني وأوجدني وأوجدك. قال من أنت؟ قال أنا ملك الموت، جئت زائرا أم قابضا؟ قال جئت قابضا، زيارة ما جي عندك أنا، جئت قابضا. قال له زين أعطني مجال، خليت أتحول إلى الظل، أنا واقف بالشمس متكئ على عصاي. قال ما في مجال. قال خلي أعدل روحي. قال له ما في مجال. في نفس المكان أخذ روحه، أخذ روحه في نفس المكان. الله سبحانه وتعالى نبي، مو أنا وإنت، إحنا ولا شيء، نبي، نبي الله سليمان الذي سخر له الجن والإنس أخذ روحه وهو متكئ على العصا. بقي على هذه الحالة 3 أيام، والجنس والإنس تصورون هذا حي وقاعد يطالعهم. الله بعث الأرضة، شايف الأرضة سامع فيها؟ هذه حشرة تروح على الخشب تضرب بالخشب، ضربت العصا من تحت، سقطت العصا، سقط سليمان، عرفوا أنه هذا صار له 3 أيام ميت. ابن آدم إلى أين تفر؟ إلى أين تذهب؟ وين؟ يعني اليوم أنت عمرك كم يكون؟ إيش كثر يبقي الإنسان؟ يبقي الإنسان، أنا واحد من التجار مسوي صفقة تجارية كبيرة، هو الآن ما يقدر يمشي بصورة جيدة، الآن مشي مو جيد، وضع الصحي متوتر، الصفقة هذه تنتهي تخلص بعد 10 سنوات. يا ابن آدم إيش كثر عندك أمل؟ ابن آدم إيش كثر تريد تبقى أنت اليوم؟ أنت عمرك 20 سنة، إيش كثر تعيش؟ إذا العيش الطبيعي ما صار الطوارئ، ما صار شغلات ثانية، 40 سنة بعد، 30 50 سنة، إذا عمرك 30، إذا عمرك 40، إذا عمرك 50، يعني أنا 50 عمري كم سنة بعد؟ 60 70 80، تسوى ولا ما تسوى؟ يا ابن آدم أعددت نفسك لذلك العالم، لذلك الإنسان ما ينادون باسمه، يقول وين الجثمان؟ ما يجيبون اسم فلان، ما يقول فلان وينه. ملاحظين لما الواحد يموت، الإنسان لما يموت ما ينادونه باسمه، ما يقولون فلان وينه، وين الجسد، وين الجثمان؟ يروحون يطلعون الجنازة حتى يشيعوها، ها وين الميت حتى نصلي عليه، وين جسد الميت، ميت وين، اسمه ما يذكرونه بعد، خلاص انتهى. حتى هذا متعارف عند الناس. يا ابن آدم ايش كثر بعد؟ الله يقول لرسول الله خير البشر خير من خلق الله إنك ميت، يعني يا محمد موت أنت وإنهم ميتون. يا ابن آدم إذن أعمل، أعمل، خلي شيء حق آخرتك. ذاك العالم مهول، ذاك العالم خطير، عالم البرزخ. تعرف الإنسان، نبي الله في الرواية أن نبي الله إبراهيم قال يا جبرائيل، توجه إلى عزرائيل، قال يا عزرائيل لما تقبض الروح شلونك شكلك؟ أرد أشوفك. قال له لا تشوفني أحسن، لأنه لما أكون للمؤمن يختلف عن الكافر. قال له لا، الكافر شلون تقبض روحه؟ قال له خلي الموضوع هذا أحسن، لا تشوفني. قال لا أرد أشوفك. فلما نظر إليه إلى رجل أسود شعر منتوف، شكله مخيف، يخرج النار من رأسه والدخان، نبي الله إبراهيم خاف من شكل عزرائيل فأغمي عليه، فقام من غشوته. قال الكافر يكفي أن ينظر شكلك، بعد ما يحتاج إلى عذاب، أن ينظر إلى شكل عزرائيل يكفي ويكفي هذا. ولكن الإنسان ينمي نفسه ومني نفسه وبعد وبعد، لذلك الإنسان يجروه إلى قبره، خلوه بالجنازة، الجنازة قبل ما توصل. هذا 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 بداية عالم البرزخ. تدري عالم البرزخ شنو؟ تدري إحنا كم سنة نبقى في عالم البرزخ؟ سنة، 100 سنة،
مليون سنة، مليون سنة. الاسكندر المقدوني يوم من الايام قال انا اريد اشرب في اناء، هذا ما كان من البشر، ما كان من البشر، فطلع على صحراء لا فيها شجر ولا فيها حيوانات، ابدا ما فيها اي شيء، قال هذه الارض، قال سووا له اناء من هذا التراب، سووا له اناء من هذا التراب، خلوا فيه الماء، اراد ان يشرب، الله انطق هذا التراب، قال يا اسكندر انا من 70 إنسان من قبلك. وين تفلت وين؟ يعني هذا التراب انسان ميت وصاير بشر، وميت وصاير تراب وصاير بشر، صاير بشر وميت وصاير هالميت تراب. وين تروح؟ الى اين؟ متى هذا البشر يصير ادمي؟ متى ينظر الى اعماله؟ متى ينظر الى سلوكياته؟ متى يحسب انه اعمالي؟ لذلك اشوف هذا يتكلم على هذا، وهذا ما يطيق هذا، وغيبه وتهمه ونبيمه، واتكلم عن اعراض العالم، واطلع عيوب الناس، واطلع اخطاء الناس، واحقد في قلبي، اقول هذا ما اسامحه، اكبر واحد اجى عندي ما اسامحه، وهذا الاضغان وهذه الاحقاد وعدم التسامح وهذه الامراض النفسيه. يا ما صلاه الصبح راحت من عندنا، يا ما أننا فيما يتعلق بالله، يعني اليوم بني آدم شنو لذة؟ يعني أكو لذة واحد ما سواها؟ اليوم جاء واحد يقول أنا كل اللذات سويتها، زين وبعدين سويت هاللذة وهاللذة وهال، وبعدين تبقى لذة؟ كل اللذائذ الدنيوية ينتهي، كل شيء ينتهي. يعني شنو تلبس اليوم؟ روح اليوم البس أفضل ماركة، زين، أخذ أحسن ساعة، روح اليوم افضل ستايل البس، روح اجمل حفله رحت، روح افضل سياره اشتريت، روح افضل بلاد العالم، وبعدين ينتهي اللذه تنتهي. روح اطيب طعام، تدري الطعام لما تاكل اللذه وين؟ اللذه بدايه الفم، شوف الطعام اول ما تمضغه بدايته تشعر بطعم، لما يدش داخل الفم بعد ما في طعم، لما ينزل المعدة خلاص انتهى، هاي لذة. اكل افضل اكل، روح اليوم اخذ افضل شيء، افضل طعام، افضل ونسة، روح افضل لذة، وبعدين كله ينتهي. رب العالمين هو خالق الانسان بهالطريقة، يلتذ يلتذ. انسان عنده مليارات، وبعدين بالحساب عنده ملايين الاموال، وبعدين. واحد من العلماء قال اجاني واحد، بعض الناس يخافون من الحقوق الشرعية، يتصور أن هذا المال رح يقل، ما يدري أن الإنسان الذي يدفع الحقوق في يوم القيامة الإمام عجل الله تعالى فرجه يقول إلهي خمسي، هذا حق الإمام، مو بيزاتك هذه، هذه بيزات الإمام وحق الإمام وسهم الإمام عند الإنسان، إذا لا يدفعه كأنه سرقه من الإمام، هذا حق الله تبارك وتعالى. يا ابن آدم إذا تدفع حقوق رب العالمين الله يدفع عنك البلاء، عن ابنك، عن زوجتك، عن عيالك، عن عنك أنت، يدفع عنك السوء، عنك البلاء، وينمي المال. بس ابن آدم هذا واحد يقول شيخنا كان واحد هذا ملياردير، يقول سويت حسابه، وكل ما البيزات تكثر كل ما بني آدم يصير حريص أكثر، كل ما بخله يصير أكثر، كل ما يصرف أكثر. يقول هذا رحت قلت له، قال لي أرد أحسب خمسي، يقول هذا ملياردير مو مليونير، ملياردير أمواله كثيرة، يقول حسبت طلع هذا المبلغ، قال لا هذا مبلغ كثير، المرجع عنده إمكانية يعمل مصالحة، يقول قللت المبلغ، قللت قال ها إن شاء الله خير، خل أشوف. شيطان يقول له خل أشوف، مو هو يقول، شيطان يقول له خل أشوف، شيطان يقول إن شاء الله يصير خير، بس قال إن صار الخير يعني ما بيدفع، ما يدفع خلاص، بس يقول خير الله وكيلك، مو خير والله شار هذا، بس يقول خير خلي أفكر، خلي أشوف، خلي أراجع، بس يقول هالمفردات، يعني لا يريد أن يدفع. يقول هذا الإنسان قال إن شاء الله يصير خير، أفكر، يقول باكر أول الصبح دقوا علي قالوا هذا الإنسان مات، تعال صلي عليه صلاة جماعة، صلاة الميت. راح يا ابن آدم،
الآن إذا مات الإنسان 50 فلس ما يقدر يوقع بعد، خلاص انتهى، طلعت الأموال من عنده، بعد مو مالك هو، الميت لا يملك شيئا. يا ابن آدم المن خاله الفلوس هذا، والله عيالك ما ينفعونك، والله عيالك يأخذون هذه الأموال وما تستفيد أنت من عدها، وما راح ينفعوك عيالك. يا ما ناس يسوون خيرات إلى أبائهم، وين راح الميت؟ الرواية تقول أن الميت اليوم الثالث واليوم الخامس واليوم السابع واليوم الأربعين الروح ترجع إلى الميت، مو ترجع على في جسده، يعني بمثابة الإشعاع، مو الجسد هذا، بمثابة الإشعاع لما الروح تنفصل الميت تجي تشوف الجسد بدأ يتفسخ، يطلع دم من عنده، بدأ يطلع دم وجراحة ورائحة من عنده، هو الروح تتأذى، الروح تتأذى، يقول هذا الجسد مالتي، هذا جسدي أنا، شلون قاعد يصير في هذا الشيء؟ لأن الإنسان لما يموت عنده نفسين، نفس ناطقة ونفس حيوانية، النفس الحيوانية تموت تنتهي. شنو النفس الحيوانية؟ شايف اليوم شعرك الآن؟ قص شعرك عادي، تتأثر في وجع؟ ما في وجع لأن ما في روح، ولكن لحمك الآن الأظفر، هذا الأظفر اللي طالع تقصه عادي، ولكن اللي باللحم يألم. ليش يألم؟ ليش بعوار؟ لأنه في روح، هذه الروح تطلع من الجسم ولكنها مشرفة عليه الطالعة. لذلك الميت يقولون لما تمشي وراء الجنازة لا تضحك ولا تسوالف سوالف دنيوية، لا تسوالف سوالف دنيوية ولا تضحك، لأن الميت يتأذى. الميت لما تمشي في جنازته ينظر إلى جميع المشيعين، يعرفهم، يدري منه على جنازته. لذلك لما في عندنا بالروايات في إهالة التراب على الميت، يقولون الأقرباء لا يهيلون التراب، القريب إذا أنت قرايب لهذا الميت لا تهيل التراب عليه، وإنما خلل البعداء المو الأقرباء. ليش؟ لأنه بالنتيجة هذا يحس، يشعر الميت. فلما يحمل على الجنازة، في الرواية نزلوا الجنازة 3 مرات على الأرض قبل أن يدفن، بعد ذلك يأتي. ليش ينزلون جنازة؟ لأنه أنا وياك إحنا ما ندري شكو ماكو تحت. الآن أنا أقول لك وأنت تسمع، ولكن إش كثر الإنسان يشعر، إش كثر الإنسان، يعني إذا أنا نظرت إلى مكان فيه معصية لله أسوي هذا العمل أو ما أسوي؟ هل أهدف إلى رضوان الله تبارك وتعالى؟ اليوم وحدة متبرجة، متبرجة يعني شنو؟ يعني أنا أسأل سؤال، تلبس قميص وبنطلون ضيق، هذا حجاب عليكم الحسين، عليكم الحسين، هذول الحريم اللي طلعون، مو تجي الحسينية طبيعي تجيب العباية بالحسينية، هذا كلامي أدري ما يرضون عليه، هم الحريم يضوجون، يقول الضايقون يسمع من عندي هذا الكلام، بس أنا أقول هذا الكلام، أنا مو علشان يضايقون ما يضايق، أنا ماذا يرضي الله تبارك وتعالى. أقول في مرة قلت أنه أنا أسأل سؤال، تروح مشى شنو تلبس؟ تروح كربلة شنو تلبس؟ وبالحسينية شنو تلبس؟ ويوم اللي تروح إلى باريس شنو تلبس؟ ويوم اللي تروح لندن شنو تلبس؟ ويوم اللي تروح للجامعة شنو تلبس؟ ويوم تروح للدوام شنو تلبس؟ هذا بني آدم، يعني الله بالجامعة ما موجود، الله بلندن ما موجود، الله بس بالحسينية موجود، الله بلبس بالمسجد موجود، بس الله بالعزة موجود، وين الله بعدين؟ لذلك تشوف تخلي مكياج، اللبس اللي موجود اليوم أغلب البنات هذا لبسهم غير شرعي، لابس بنطلون تقول هذا لا لا هذا شرعي، من وين شرعي؟ فتعال لبس عمامة مكاني، شو رايك تلبسين عمامة مكاني وتتكلمين؟ هذا شرعي، ومكياج يخلون وما خلوا شيء ما سووا، شنو هذا؟ هذا أي ستايل هذا؟ أي دين هذا؟ أي مذهب هذا؟ أي الحسين يقبل؟ أي علي بن أبي طالب؟ أي الإمام الحجة؟ والله هذه السهام في قلب الإمام الحجة. الإمام الحجة يشوف هذا شيعي، هذه شيعية، هذه مسلمة تلبس هذا اللبس، شوف اللبس وشوف هذه الشيلة وشوف الشعر وشوف المكياج. هذا أيام المناسبات لابسة ضيج وأي تشتغل بشعر معرم طباخ للإمام الحسين، يضرب على راسك هذا حجاب.
حسين ما يرضى عليكم. وين لك يا ابن آدم؟ بنت عمرها 20 سنة راحت، بنت عمرها 15 سنة راحت، ولد عمرها 14 سنة راح. يا ابن آدم اتعظ، يأتي النداء، الله يقول لك كم مرة أنا خبرتك أن الموت قادم، ليش ما انتبهت يا ابن آدم؟ يقول إلهي متى خبرتني؟ يقول لهم أخوك، ابن عمك، رفيجك، أنت واقف في الشارع ما شفت جنازة؟ ما رحت المقبرة؟ ما شفت فلان مات؟ ما فكرت يوم الأيام أنت يدفنوك؟ ما فكرت أنت تحاسب يا ابن آدم؟ لذلك الأرض، البعض من الناس تقول له، تغضبه، تقول إلهي أنا هذا ما أريد يكون في داخلي، كان يمشي على ظهري ويعصي الله، الآن في داخلي أنا أبغضه. الأرض تكره العاصي المذنب. تعال شوف الأغاني اليوم عند الشباب ما شاء الله عليهم، والله محرم خلاص، صفر خلاص، وشهر رمضان خلاص، تعال شوف الدق والرقص، تعال شوف اللعب على كيفهم يلعبون، تعال شوف أفلام اللي الإباحية، تعال شوف الصور الإباحية، تعال شوف القضايا غير الأخلاقية. شبابنا اليوم يدمرون، وين الله؟ وين الحسين؟ يجي يوم من الأيام تأكل طراق تروح، تعرف تأكل وقت، شو تجاوب الله؟ شو مجهز الرب العالمين؟ شو يجهز الإنسان؟ شو يقول؟ أبكي وما لي لا أبكي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي. وين تفلت؟ وين أبوك؟ أبوك خلي هو يرتب أموره، أمك، أختك، عمك، خالك، من هو؟ رتبة مالتك أنت شخصية؟ أنت عندك بيزات؟ أنت منزلك بالقبر؟ أنا فلان؟ ماكو أنا فلان، أنا ابن فلان؟ ماكو ابن فلان، منزلك بالكفن. يلا، لذلك قبل أن يأتي منكر ونكير يجي ملك على الإنسان يقول لك قم، يقوم الإنسان، نعم، شنو؟ خير؟ قال له قوم، هذا بعد منكر ونكير ما جايين، قبل منكر ونكر، يلا قوم. هذا عالم البرزخ. اليوم شوي أتكلم لك عن عالم البرزخ، ذاك العالم اللي كلنا راح نروح فيه غصبا علينا، غصبا عليك يمسكونك وينزلونك تحت. هذا غير الناس اللي راحوا بالبحر الحيوانات كلهم، هذا غير الناس اللي احترقوا وصاروا فحم، هذا غير الناس اللي ما لهم قبور، ينزلونك تحت. قوم يلا. يجلس، منو يجلس؟ انا وانت، ترى مو الغريب، مو هذا اللي بالشارع، مو هذول احنا انا وانت. قوم يلا اكتب اعمالك. يقول له شلون؟ ما عندي قلم. يقول له بلل ابهامك. قال له زين، ورق ما عندي. قال له شيل شويه من كفنك واكتب على الكفن، اكتب اعمالك. شنو يكتب؟ يقول رحت للحسينيه ورحت صلاه الجماعه وشفت فقير قاعد دفعت له صدقه، ورح زيارة الإمام الحسين، ورح زيارة الإمام الرضا، وسويت هذا وسويت هذا وسويت كل الأعمال الزينة. قوي ما يقول سويت غيبة وسويت تهمة وسمعت أغنية وشفت محرم ولبست هاللبس كذا، سويت كذا. ما يقول، ما تقول أنا صرخت على أمي، ما يقول أنا عقيت أبوي، ما يقول هالأمور هذه. شو يقول؟ شغلات الزينة. الملك طالع يقول له زين، هذه السيئات ما كتبتها ليش؟ وين السيئات؟ ليش ما كتبتها؟ بس الأعمال الصالحة. يقول أني أخجل من الله، أستحي من الله أكتب شغلات مو زينة. يقول له يا ابن آدم، في عالم الدنيا لما ارتكبت هذا الحرام ألم تستحي من الله؟ يوم اللي سويت الحرام ما قلت الله موجود، بكل إصرار على المعصية. لذلك في الحديث القدسي، من ارتكب معصية وهو ضاحك، شوف الله شو يقول، لأدخلنه النار وهو باكٍ، ألا أبكيك. تضحك ها؟ تسوي حرام وتضحك؟ تستهزئ؟ شايف اليوم؟ تلبس بنت صغيرة، تلبس
تلبس عباية، لا تعقديها البنت هذه، خليها على راحتها، لا تصوم شهر رمضان مسكينة، تخليها وهذه مكلفة شرعا، لا صغيرة هذه لا تعقديها، شنو هالتشدد هذا؟ ليش تعقدون البنت يا صغيرة؟ الله أكبر. يعني اليوم الإنسان يلتزم، صار معقد وصار صار إنسان متشدد لأنه يمتثل لأمر الله. والدق والرقص مالتكم ما في إشكال. مرة تقول لي واحدة شيخنا، أنا ناظر حق ولدي، شوف العبارة، أنا ناظر حق ولدي لما يعرس أخذ له أجيب له فرقة هبان، شنو في هبان؟ فرقة مال أغاني. قلت له ناظر الأم والبنين يا للزهراء المن ناظرة. شنو هالتجر على الله؟ شنو هاللعب هذا؟ وبعدين جبتي له هبان، وبعدين هذه سعادة؟ أول حياة ابنك هذا في سعادة يا أمي؟ هذا في سعادة إله؟ راح يشوف الخير؟ راح تكون حياته سعيدة؟ راح يكون عمله في مرضات الله؟ هذا الإنسان متى يصير آدمي؟ متى ينتبه بني آدم؟ ينتبه إلى أعماله. لذلك واحد من المؤمنين يقول أبويا مات، نزلوه إلى القبر. يقول قلت للحفار خلي أنا أنزل. قبل فترة واحد من المؤمنين من الكويت جابوا إلى كربلاء، أنا كنت في كربلاء، قالوا شيخنا تعال ويانا. رحنا وياهم، زورنا أمير المؤمنين، طبينا إلى وادي السلام، حفرة لحفر بالليل، حفرة يا أخي عالي، الدش داخل. هذا كان أخوه اللي وياي، دخل أخوه، دخل أخوه داخل القبر، هو راح ودخله ما أعرف أي شلون، نزع الدش داخل ودش داخل. قال لي شيخ شنو داخل؟ شلون؟ شنو هالعالم؟ طلع يرجف. قلت له هذا إضاءة وإحنا واقفين وكلتنا موجودين، الميت هذا شي يصير فيه؟ هذا يوم الوحشة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود. شو وقت هذا الإنسان يصير آدمي؟ شوي يعقل، ينتبه لسلوكه، لتعامله مع الناس. خلي أفتح صفحة مع الله، أعمل مو لمرضات أبويا وأمي والناس. الناس خلي يولون، ما لك علاقة بالناس، الناس شي يقولون، الناس يتحجون، الناس كذا، خلي يولون الناس. شوف الله شي يقول، الله ماذا يقول، أهل البيت ماذا يقولون، الناس منو؟ الناس حتى على الله يتكلمون، شي يفيدوك الناس؟ وبعدين الناس، خلصنا من الناس ومن سوالف الناس ومن بلاوي الناس، خالي روحهم. الله شنو يقول؟ عملك يرضي الله ولا لا؟ يقول لا، هذا ستايل الكل ماشيين عليه، خالي ولا الستايل. الله ماذا يقول؟ ربك ماذا يقول؟ هل هذا يرضي إمام زمانك أم لا؟ يقول رحت إلى القبر، أخذت أبوي، قاعد أسوي اللحد، شفت المكان كله فيه ثقوب موجودة. يقول طلعت المكان اللي موجود، سألت الحفار، قلت له أنت بالمسحات حافر المكان هذا؟ قال لا، هذه المقبرة كلها بالطريق. قلت له شلون؟ قال هذا الميت لما نخلي اللحد تخرج الزواحف من هذه الثقوب، تقطعه قطعة قطعة. قال بعض الأوقات احنا بعدنا اللحد مو حاطينه، هذا مو قارئ في كتاب، هذا من شخص. يقول مو حاطين اللحد، احنا بعدنا مو حاطين، تطلع الزواحف. وأول مكان تروح على عيونه، إيش كثر ناظر حرام. يقول لي واحد شيخنا أنا أريد أشوف الإمام الحجة في عالم الرؤيا. الله مسكين هذا، شو السبب شوف عالم الرؤيا؟ أريد أشوف النبي بعالم الرؤيا. أصلح نفسك، أصلح نفسك، هذا الواتساب إيش في بلاوي؟ إيش في بلاوي هذا؟ هالبرامج اللي موجودة بالأجهزة الذكية هذه شو مسويت لنا؟ والله حارق العالم. إذا اليوم ما تخلي بلوك وحضر على واحد هذا مو نظيف، تعرفه مو نظيف هذا، ويبعث لك صور تسوي بلوك عليه وخلي يزعل، الله نزعله. مو الحرام من وين؟ من هذول الجماعة، من صديق السوء، يدمر حياتك من صديقة السوء. شوية ابن آدم انظر لعملك، شوف ذاك العالم. عمي والله عالم مهول، والله الحساب دقيق، كل صغيرة وكبيرة.
يحاسب عليه الإنسان وين؟ يقول هذا لما نخلي هذه الطريقة تهجم عليه الزواح. صديق إلي يمكن سامعه، صديق إلي يقول لي أنا أمر بمقبرة يوم شافني واحد قال لي شيخنا تعال أقول لك قصة. شنو؟ قال أنت شايفني أنا دفان في الحفار قبور في هذا المقبرة. يقول إيه؟ يقول الصبح جابوا لنا ميت دفناه، قبل ساعتين جابوا لنا ميت قبر بجنبه موجود. يقول أنا خليت الميت اللي بجنب ذاك الصبح، يقول طاح شوية من اللحد، يقول والله طاح لحد من هذا الميت اللي جنبه من الصبح، يقول والله جسد الميت ظهر عني شفته، يقول والله رأيت ثعبانا جالس على صدره. هذا هو يقول، هو صاحب القصة. ترى الحساب دقيق، ترى هذا ثعبان. لذلك ذاك الرجل جاء عند رسول الله قال له يا رسول الله أنا ما أريد أندفن، وصيت عيالي إذا أموت يحرقوني ورمادي وين يخلوه بالجو ينثروا مع الرياح. قال له ليش؟ قال له تكلمت أنت عن ضغطة القبر، أنا خفت من ضغطة القبر. قال إن للرياح ضغطة أشد من القبر. تخايف من القبر؟ لأن الإنسان شنو اللي ينضغط؟ مو جسد الإنسان. سعد ابن معاذ هذا مو إنسان عادي، إنسان مهم، إنسان إلى مكانته عند رسول الله، من الصحابة. سعد هذا الإنسان في قصة اللي تعرفوها، رسول الله غسل وكفن وشيع ومشى على رؤوس أطراف أصابعه سلو، قال لكثرة وجود الملائكة، ورسول الله تقول له هنيئا، أمة تقول له هنيئا لك الجنة يا سعد. قال يا أمة سعد لا تحتمي على الله الجنة، شو كيفك أنت؟ قالت يا رسول الله أنت غسلت، أنت كفنت، أنت شيعت، أنت تقول ملائكة موجودين، أنت نزلت بالقبر يا رسول الله. قال نعم، ولكن الآن القبر عصره عصر أخرج لبن أمه من أنفه. صحابي رسول الله يشترك في تغسيله وتشيعه وتكفينه، هو بيده منزل القبر. قلت لي ليش يا رسول الله؟ قال لأنه سيء الأخلاق مع أهله، إنسان مزاجي. شو المزاج يعني؟ ما عنده أخلاق، دخل للبيت صراخ وهواش، ماكو غيرها، يطلع برا مع ربع يضحك ويسولف، دخل للبيت تغيرت أخلاقه، صار أخلاق زفت في تعامله. من آثار ضغطة القبر سوء التعامل مع الأهل. هذه أمور موجودة. شيخ عباس القمي سامع فيه؟ تدري شيخ عباس القمي في كل بيت من بيوتكم في كتابة موجود، ماكو بيت اليوم ما في مفاتيح الجنان، ما في. شيخ عباس القمي مو إنسان هين. واحد يقول في مشهد كنت عند الإمام الرضا سلام الله عليه، يقول منتصف الليل قاعد أروح حرم الإمام، يقول ما كان كهرباء ذاك الوقت في الأمور هذه، يقول شفت من مكان نور يطلع وينطفي، يطلع نور وينطفي، يقول انتظر شنو هذا؟ يقول وإذا بي أنظر للشيخ عباس القمي ذاكرا لله تبارك وتعالى، لما يذكر الله يخرج النور من فمه، لما يسكر الجة يروح النور من عنده. شيخ عباس ما كان إنسان هين. يقولون من عوامل انتشار مفاتيح الجنان أنه عمل به من أوله إلى آخره. شيخ عباس القمي إنسان له كرامة عظيمة عند الله. عنده 2 من أولاد، واحد من أولاده اسمه علي، يوم اللي توفى ما كان عنده شيء، فأولاده شي سووا له؟ قالوا نسوي عمل خير لأبونا. شي يسوون؟ عم رحم الله واديهم، العيال الآن شي يسوون لآبائهم؟ سووا فاتحة وقعدوا والناذة ومع السلامة، يسووا له برنامج كل يوم، يقرأ له فاتحة، يسوي إطعام، يساعد محتاجين، يدفع عنا صدقة. تدري أنت في الروايات الآن في صلاة الوحشة للميت، تدري الرواية تقول أنه الإنسان عليه أن يدفع صدقة، الميت لما يموت نفس ذاك اليوم ادفع صدقة، إذا ما عندك فلوس تدفع صدقة صلي صلاة الميت، يعني الصدقة أهم من صلاة الميت. يوميا أدفع صدقة عن ميت، أنا أبويا أدفع صدقة، أنا ركبت السيارة قاعد ما عندي شغل أقول اللهم صل على محمد وآل محمد، هذه هدية لأبويا. بيه شيء أسوي صلوات، أسوي أعمال خير، لأن الميت في عالم البرزخ يدعو لك. ترى أبوك إذا متوفي
وسويت أعمال خير لأبوك يوصل أعمال خير، بس شلون إذا سويت لأعمال خير؟ هذا شيخ عباس القمي أولاده بالنجف كان عندهم كوز يخلون بها ماء من الليل إلى اليوم الثاني ليلة الجمعة، يوقف هذا ابنه أسبوع على هذا ابن علي، أسبوع الثاني على ولد الآخر، فكل ليلة الجمعة يوزعون ماء على منو؟ على زوار أمير المؤمنين. ما عندي شيء يعني، ما عند ماء بعد ماء ما يحتاج لفلوس. على كل حال ليلة من الليالي هذا علي يقول أنا كنت نايم وإذا بي أنظر إلى والدي، نظرت إلى والدي وإذا به يتلظى عطشا دهفان عطشان. يقول أنا استغربت، قلت له يبا خير إن شاء الله ماكو شيء، قال لا اليوم أنا عطشان كلش عطشان اليوم، يقول قعدت من النوم رحت لأخويا قعدته قلت له أنت اليوم وزعت ماي؟ قال لا والله اليوم انشغلت وكنت تعبان وما وزعت ماي. شيخ عباس القمي على مكانة الكبيرة يشوف يتلظى عطشا يتلهف عطشان في عالم البرزخ لأنه عياله ما سووا له عمل خير وزعوا مي على الزوار. فإذن ماذا يقول أنا وأنت؟ شو نقول أنا وأنت؟ مساكين والله مساكين، لا تنتظر عيالك، ترى من الآن ابدأ سوي عمل خير، لا تقول هذا ولدي يجي يوم، لا لا تعتمد 1% على عيالك، أنت سوي عمل خير. اكفل ناس في بناء حسينية، بناء مسجد، مساعدة محتاجين، كفالة أعمال، أعمال خير، كفالة أيتام، أنت سوي عمل خير، لا تخلي بعد موتك والله ما يسوون. أكثر الناس يروحون إلى لذائذهم، هذا زين إذا ما تهاوشوا على الإرث، هذا زين إذا ما صارت مشاكل على الإرث، راح أنت تعبت وطقت روحك وطلعت روحك، تعال ما دام انت حي انت سوي، لا تنتظر عيالك ابدا، انت سوي هذا العمل واعمل لاخرتك. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. لذلك يوم القيامه تقول يوم حسره، اكثر شيء يتحسر بني ادم يا ريت انا قاعد بالسياره ما عندي شغل، ليش ما قلت لا اله الا الله؟ ليش ما قلت سبحان الله؟ تتحسر انه ليش انا ما قلت سوى الذكر. يوم الحسره يوم القيامه ايش كثر، واحد شافه في عالم الرؤيا قالوا له شنو؟ قال انا اتحسر مؤمن. قالوا له على شنو؟ قال على زياره عاشوراء. قالوا له انت كل يوم تقرا زياره عاشوراء؟ قال لا اتحسر يا ريت باليوم كم مره اقرا زياره عاشوراء. ايش كثر من اوقاتنا تروح، ايش كثر هذه الدنيا رايحة. لذلك قام وزع ماي لأبو شيخ عباس القمي حتى يكون في عالم البرزخ بخير. اثنين من علمائنا، واحد الشيخ مرتضى الأنصاري أبو شيخ عبد الكريم الحائري، عبد الكريم شيخ مرتضى الحائري أبو شيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة في قم، هو ويا المرجع الراحل السيد المرعش النجفي، الشيخ مرتضى الحائري والسيد المرعش النجفي اثنيناتهم متوفر، هذول تعاهدوا ويا بعض قالوا احنا اي واحد يموت من عندنا قبل يخبر الثاني بعالم البرزخ شنو شاف، واحد يخبر الثاني. يقول مات اول شيء شيخ مرتضى الحائري، يقول بعد 3 أيام السيد المرعش النجفي رحمة الله عليه يقول شفته في عالم الرؤيا، قلت له ها شو الأخبار شلون الوضع هناك؟ قال أول ما نزلوني إلى القبر أنا خفت، شفت اثنين خفت من عدهم مرعبين يخوفون، يقول قمت أرجف بمكاني خفت من عدهم. يقول وإذا بي أنظر إلى رجل نوراني كل نور، يقول هذا الرجل إجى من عندي قال لي لا تخاف لا تخاف. قلت له انت منو؟ قال انا امامك علي بن موسى الرضا، انت زرتني بالدنيا 34 مرة وانا علي ان ازورك الى قبرك 34 مرة. هسه واحد يقول لا يبا هسه احنا رحنا زيارة قبل 3 سنوات، رحنا الله يسامحك قبل 3 سنوات
أكو ناس للآن ما رايحين كربلة، والله جفاء، والله جفاء. لازم بالسنة كم مرة تروح زيارة الإمام الحسين، زيارة الإمام أمير المؤمنين؟ عمي أمتنا قدموا وضحوا زيارة ما أروح، قاعد بمكاني، والله عندي دوام، ظروفي ما تسمح، عندي التزامات وايدة. شو عندك التزامات؟ أخذ إجازة حق طلعاتنا وسفراتنا، مني ومني على راحتنا. يوم اللي وصل الحسين عندي دوام والتزامات، ما شاء الله عليك، الحين أنت يوميا مداوم يعني. هذا الإمام الرضا يا أخي، أكو حملات 60 دينار 70 دينار، والله بالعالم ماكو هيك رحلات، ماكو 70 دينار. هذا أي وين أكو؟ تقول لي وين؟ أي دولة تروح 70 دينار تقعد من السبت إلى الأربعاء، وفطور، وبعض الأوقات فطور وماذا الغداء يمكن، وفندق راقي، كل شيء ممتاز. ايش فيك بعد؟ ايش بلاك 70 دينار؟ عطر مالتك ما يصير، الست ماذا جنطتها ما يصير من هذا كله 120 و150 دينار و200 دينار، الجنطة مالتها هالسعر هذا. الإمام رضا ما يستاهل. تروح الزور عمي تتونس وناسه، تغير جو، تروح عند الإمام، طبلة عند الإمام تقول له السلام عليك يا أنيس النفوس، يا شمس الشموس. تدخل عند الحسين تقول له سيدي أبا عبد الله، روح فدوى المنارتك، طب الحسين، أشوف ضريح الحسين، ذكر هناك زينب بنات رسول الله، شو تحملوا أهل البيت؟ أصلاً واحد ما أدري شلون يقدر يمر من تل الزينب ينظر إلى هذا المكان، مولاتي العقيلة زينب هنا في هذا المكان. تدري إحنا شلون؟ شو الغشاوة على قلوبنا وعيوننا فيه؟ ترى هذه غشاوة. تروح عند تل الزينب لازم واحد يموت. يشوف هذا المكان، وقفت عليه زينب صاحت ثلاثاً يا حسين يا حسين، إن كنت حياً فأدركنا. وبعد وين؟ تروح إلى المخيم. دخلت إلى المخيم، لازم ندخل إلى المخيم ونبكي. تشوف زينب، هذه خيمة زينب العقيلة، هذه خيمة العباس، هذه خيمة القاسم، هذا علي الأكبر. شوف الإمام الحسين شو نتحمل يا ناس، تحمل مصائب ومحن، ينظر إلى ولده علي الأكبر. هالشاب يجي عند الإمام الحسين يتقدم ولده، ولد الكبير، أول من تقدم علي الأكبر، قال له ولدي إلي إلي، أضمك وتضمني، أشمك وتشمني، أويل من تلاقى وعند الأودا، مشابج طول لمن هو وللقاع، لا على ابن البي والأبو لا يا على وليد يا ويال وداعي لقشار، يشم حسين خد ابنه ويحبه، او دمع مثل دمع ابنه يصب. صار يبكي الامام الحسين يبكي، وعلي الاكبر الى ان اغمي عليهما. ثم قال له ولدي اذهب إلى أمك ليلى، طب للخيمة، هذه تقبل زينب، تقبل. إلى أين يا علي؟ لماذا تتركنا هنا يا علي؟ لذلك ذهب علي الأكبر. أمه ليلى تشوف وجه الإمام الحسين، تقول لها سيدي أبا عبد الله أشوف وجهك قد تغير. قال لها يا ليلى، لقد برز إليه من يخاف من، ادخلي إلى الخيمة. دخلت ليلى، كشفت عن رأسها، نادت يا راد يوسف إلى يعقوب، اردد علي ولدي علي، إلهي
بغربة أبي عبد الله، اردد علي أبي ولدي علي. لذلك رجع علي الأكبر قال: أبا، العطش قد قتلني وثقل الحديد قد أجهدني، فهل لي من شربة من ماء؟ الرواية تقول الحسين طلع لسانه قال له: ولدي ضع لسانك على لساني. يرد يقول له: ولدي علي، لساني أيبس من لسانك. يا بويا شربة مية الكبدي أدقوا ورد للميدان وحدي، يا بويا انفطر قلبي وحق جدي. لذلك علي الأكبر رجع إلى القتال، لم قاتل مقاتلة الأبطال إلا ويسمع الحسين: أبا يا حسين عليك من السلام. راح الحسين شاف القوم قطعوا ولد علي الأكبر إربا إربا، نام عند ولد علي: ولدي علي على الدنيا بعدك العفا. يا ابويا قول واسرع رد الجواب، يا ابويا بياك ترمض بيك الاصواب، يا ابويا العيش عقبك لا حلو طاب، ردك ذخر تمزع الغياب ماي وتبدى طولك وغاب. لذلك علي الأكبر تارة يبتسم تارة يبكي، يقول للإمام الحسين: ها ولدي أشوفك تبكي تبتسم. قال: أبا يا حسين أنظر عن يميني إلى جدي رسول الله بيده كأسه الأوفى، أنظر عن شمالي إلى جدتي فاطمة، تنظر إليك تارة تنظر إلي أخرى، تلطم على وجهها شبان شبان مثل الورد يزهون. حق الشباب عالشباب: الشبان مثل الورد يزهون، حسافة على الغبرة ينامون، هي حسافة على الغبرة. محمد خلقا وخلقا يا الله، يا حميد بحق محمد، ويا عالي بحق علي، ويا محسن ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين، وبحق التسعة المعصومين من ولد الحسين. فرج عنا يا الله يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. ارفعوا أيديكم: اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة، عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم أرض إمام زماننا عنا يا الله، أقضي حوائج المحتاجين، اشف المرضى والمصابين والجرحى يا الله، اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، احفظه من شر الأشرار ومن كيد الأعداء. شيعة أمير المؤمنين أينما كانوا من عليهم بالأمن والأمان والنصر يا الله، من يريد بهم سوءا رد كيده في نحره يا الله. تقبل منا هذا القليل بأحسن قبولك. اللهم إن كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا
ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. والفاتحة مع الصلوات.